نناقش هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا من لندن الأستاذ علي متولي المحلل الاقتصادي. أستاذ علي مساء الخير. والبطالة في بريطانيا كانت مستقرة عند 3.18% تقريبا منذ عام 2022. التوقعات كانت تشير يعني لربما عدم تغير في هذه النسبة. برأيك ما الأسباب التي أدت لصعودها إلى مستويات 4%؟ مساء النور، وطبعا برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا هناك أسباب كثيرة وراء ارتفاع معدلات البطالة في بريطانيا، بس خلينا يعني نذكر الأول الأرقام الحالية. الزيادة من 3.8 ل 4% معناها إن في حوالي 77 ل 80 ألف موظف تم الاستغناء عنهم في خلال شهر، وبالتالي وصل إجمالي العاطلين في بريطانيا لحوالي 1.4 مليون فرد. طبعا ال 4% دي أعلى نسبة شفناها من 2021، وبالتالي تعتبر نسبة كبيرة. لكن التوقعات الحالية هي إن البطالة توصل بنهاية السنة ل 4.6 أو يعني من 4.6 ل 4.9%، يعني زيادة لم تشهدها بريطانيا منذ 2016 وبشكل وجيز يعني شهادتها في فترة الكورونا. طبعا أسباب الزيادة الحالية وكمان المتوقعة هو التجديد النقدي اللي بدأ من سنة تقريبا ومتوقع أنه يستمر حتى الربع الرابع من العام الحالي. لما يكون في تجديد نقدي مش بس معناه أسعار فايدة عند مستوى عالي، لكن ايضا تشديد في اجراءات تقديم او اللي هو يعني اعطاء القروض، وبالتالي النتيجه هي ارتفاع تكاليف اقتراض الشركات واحباط خطط استثمار بتعتمد على تمويلات بنكيه، وكمان بيحبط مستثمرين كانوا هينشئوا مشاريع او هيتوسعوا في اعمالهم عن طريق تمويلات بنكية. لما التكاليف تزيد على أصحاب العمل، النتيجة الفورية هي اللي احنا شايفينها إبطاء وتيرة التوظيف أو تسريح موظفين للحد من زيادة التكاليف. طبعا البنوك المركزية مش هدفها يعني تقف مصلحة أو يعني تعطل مصالح الناس، بالعكس هي هدفها تدعمهم، بس كمان هدفها الأول والأساسي تحقيق استقرار الأسعار. فلو ده هيكون على حساب ارتفاع البطالة بشكل مؤقت، يبقى الأولوية لاستقرار الأسعار. الملفت أنه طبعا هناك ارتفاع في الرواتب كما تقول التقارير، وطبعا هذا مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأنه العمالة البريطانية تقليديا تطلب يعني ربما أسعار أو رواتب أعلى، أيضا بنفيتس بشكل أكثر من المهاجرين أو من خارج البلاد. ما هي رؤيتك لهذه النقطة، وإلى أي مدى تؤثر في قطاع العمالة في بريطانيا؟ أو التوظيف يعني، ليس العمالة، التوظيف. لو هنتكلم على خروج بريطانيا وتأثيره على الاقتصاد البريطاني، طبعا يعني هو لا زال يلقي بظلاله، لأن لم يحدث تغير كبير في إجراءات الاستيراد والتصدير للحد من معوقات التجارة بعد البريكزيت، وبالتالي يعني تكاليف الشركات لا زالت أعلى مما كانت عليه قبل البريكزيت. من ضمن طبعا تكاليف الشركات هو زي ما حضرتك ذكرتي اللي هو المرتبات العالية للبريطانيين. طبعا ارتفاع التكاليف جزء منه بينعكس في كذا مؤشر للتضخم، من ضمنهم أسعار الغذاء اللي زادت حوالي 40-50% في بعض السلع، وحتى كمان شفنا ارتفاع في أسعار الخدمات، وده لسه واخد اتجاه صعودي منذ العام الماضي، حتى مع ارتفاع الفايدة وانخفاض ولو بسيط في يعني اللي هو المؤشر المستهلكين اللي هو العام. طبعا النقطة اللي يمكن إيجابية في كل ده هو إن يعني مع البطالة بيحصل انخفاض في الاستهلاك المحلي، وبالتالي شايفين
مؤشر أسعار المنتجين بيرتفع لكن بوتيرة أقل بكثير من قبل كده، فده إشارة لتباطؤ معدل نمو التضخم الأساسي في المستقبل. طيب أستثمر وجودك معنا ونتحدث عن أسعار الفائدة في بريطانيا، كان هذا هو يعني نقطة مهمة في النقاش في إحدى فقرتنا السابقة. ماذا عن بريطانيا وما هي رؤية بخصوص معدلات الفائدة حتى نهاية السنة؟ طبعا ده سؤال مهم بشكرك عليه. يعني هو لما بترتفع البطالة المفروض الناس ما تقدرش تصرف زي الأول، وبالتالي المفروض نشوف انخفاض في الطلب على السلع والخدمات، لكن اللي حصل في بريطانيا حتى الآن دون عن معظم دول الجي 7 وحتى بعض دول الجي 20 هو إن البطالة بتزيد لكن مرتبات الناس اللي لسه متوظفة في الشركات بيزيد بشكل كبير زي ما حضرتك ذكرتي. والزيادة على فكرة ديت لم تشهدها بريطانيا في تاريخها غير مرة في 2021 بعد انفتاح الاقتصاد اللي هو بعد الكورونا. النمو الأجور وصل ل 7% في المتوسط تقريبا، فواضح طيب. ان البنك المركزي أنا مضطرة للمقاطعة. أستاذ علي متولي المحلل الاقتصادي من لندن، وسيكون للحديث بقية في مرات مقبلة بإذن الله.